ماله ماله دواخ ماله هيثم ماله دواخ جيعان ديله بسكوت ديله عصير. كل ما يقدر عليه هو أن يشير إليهم أنه جائع. سقط فجأة بينما هو يحاول أن يسير في شوارع صنعاء قبل أشهر، لكنه فشل في إكمال طريقه ولم تقوى قدماه على الوقوف. وبينما هم يرشون عليه الماء ويبحثون له عن طعام، كان الفتى يتلفت حوله كمن وجد الحياة من جديد. بعد طفل صنعاء الذي لم يعرف اسمه رغم مرور 7 أشهر على الحادثة، أتت حورية وهي طفلة تقف جوار إخوتها في الحديدة وتشير إشارة الجائعين الذين يزدادون كل يوم. الكثير ممن أبدوا مخاوفهم من موجة الجوع هذه يخشون أن يأتي اليوم الذي لا يجد الجائع فيه من يلحظه حين يسقط على الأرض، أو من يسأله عما أصابه، وهو يوما ليس بعيدا في ظل تخاذل التحالف العربي وفرضه حصارا مطبقا على الموانئ والمطارات ومنع وصول الإغاثة وحرمان اليمن من موارده. يقابل ذلك إصرار ميليشيات الحوثيين وإغلاق أعينها دون الجوع والنظر نحو ما تعتقد أنه مكاسب لها. وفي الوقت الذي يتساقط الناس جوعا في شوارع مدن تحكمها ميليشيات متمردة، يتحدث قادة الحوثيين عن الانتصارات وعن الصمود وعن شعب عليه أن يصبر حتى يموت.